اتصدرت حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب الترند عالمياً، وده بعد ما قام شاب مسلح عمره 20 سنة بإطلاق النار على ترامب واللي كان موجود في تجمع جماهيري في بنسلفانيا. ترامب اتعرض لإصابات هو وابنه وتلقوا العلاج الفوري ومفيش أي حد فيهم حالته خطرة. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن منفذ الحادث هو توماس ماثيو كروكس وعنده 20 سنة وبينتمي للحزب الديمقراطي. والرئيس عبد الفتاح السيسي أدان بالحادث اللي تعرض به ترامب في بيان بيعبر فيه عن التمنيات بالشفاء العاجل لترامب واستكمال الحملات الانتخابية في أجواء سليمة وصحية. If you want to really see something that said, take a look at what happened.